أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة كوابيس. حلقة النهاردة هتكون بعنوان عم فاوي. في الأول لو لسه مش مشتركين في القناة أتمنى أن أنتوا تشتركوا فيها عشان محتواي ينتشر ويوصل لعدد ناس أكبر. شكرا لرسائلكم ودعمكم المستمر في الكومنتات. دي سلسلة كوابيس ومعكم وسام محمد. أجازة عيد الفطر هتبدأ بكرة إن شاء الله. أخيرا شوية راحة من المدرسة، بس للأسف مش هنقضي الأجازة في بيتنا اللي في القاهرة. متعودين إننا نسافر لبيت جدي وجدتي من ناحية بابا واللي في اسكندرية. مش بتضايق إننا بنسافر لأهلنا، بس من وأنا طفل وبحس إن البيت ده مش مظبوط، ودايما بكون مش مرتاح في الأجازات اللي بنقضيها هناك. أنا زين في تانية ثانوي، وعندي أخ اسمه يزن في تالتة إعدادي. الفرق بيني وبين يزن إني بخبي على بابا إني مش برتاح في بيت جدي، لكن أخويا يزن مش بيخبي في سره. وإحنا قاعدين بنفطر في آخر يوم في رمضان، يزن قال لبابا: بابا أنا عايز أكلمك في موضوع، بس أتمنى ما تتضايقش مني زي كل سنة. هو ما ينفعش نفوت السفر لبيت جدي ولو سنة واحدة بس. سنة واحدة يا بابا، مش هيحصل حاجة يعني. بابا ساب المعلقة اللي كانت في ايده وبدأت ملامحه تتغير من الهدوء والسعادة بالفطار الجميل اللي ماما عاملاه لملامح غضب مكبوت جواه. وبكل أريحية ومحاولة انه ما يتعصبش على يزن على طلبه اللي بيكرره كل سنة لبابا، قال له: لا يا يزن يا حبيبي، جدك وجدتك لازم نزورهم اول يوم من كل عيد، وما تنساش ان ده البيت اللي انا تربيت فيه، وجو اسكندرية احلى جو تقضي فيه اجازة العيد. الجو في الوقت ده بيبقى مليان دفء كده وحب، تحسهم مخلوطين في وسط الهواء اللي الناس بتتنفسه. البيت قديم شويتين، بس نعمل ايه يعني، نقاطع جدك وجدتك؟ بعدين يا ابني دول روحهم فيك انت بالذات، ده حتى اخوك الكبير زين ما خدش الدلع اللي انت خدته. اعقل كده وحاول تنبسط بالكام يوم بتوع الاجازه دول. اخرج يا سيدي اليوم كله مع زين، وما تقعدش في الشقه لو مضايقاك قوي. ويزن سكت بعد الكلام ده خالص، ما لقاش حاجه يقولها بعد كلام بابا، استسلم للسفريه المعتاده. خلصنا الفطار ورحنا الاوض بتاعتنا نجهز شنطه السفر اللي بنحط فيها اللي هيكفينا من الهدوم لمده الاربع ايام اللي هنقضيها في بيت جدي. وانا برتب حاجتي في اوضتي لقيت يزن داخل الاوضه ومتضايق جدا وبيقول لي: زين انا مش طايق ان اروح البيت ده، انا بحس ان البيت ده مسكون من كتر ما هو قديم، حتى الاوضه اللي بابا بيقعدنا فيها مش طبيعيه، مقرفه قوي ومحتاجه دهان. قلت له: ايه ده يزن، يمكن السنه دي نبقى مرتاحين فيها، محدش عارف، خليك متفائل يا ابني بقى. قال لي: شوف مين اللي بيتكلم، ده انت يا زين عمرك ما تفائلت في اي حاجة، وكل ما تحصل حاجة تتوقع الاسوأ دايما، اشمعنى في الموضوع ده متفائل قوي يا اخويا؟ قلت له: اصل انت ما شفتش تحمس بابا للسفرية وفكرة انه هيشوف اهله تاني، السعادة اللي بشوفها في عينه مخلياني مضطر استحمل، وانت كمان استحمل. وايه يعني مش مرتاح، هما اربع ايام اخرج فيهم وتعالى على النوم بس. لف عينه بنظرة زهق وملل واستسلام مخلوطين بحزن بسيط وقال لي: ماشي نستحمله خلاص. ورجع اوضته وجهز حاجته. بابا بيحب يسافر بالليل بعربيته، وطبعا عايز يلحق صلاة العيد في بيت جدي، فتحركنا على الساعة 9 بالليل على طول من غير تأخير. وصلنا لبيت أجدادي على الساعة 12 في نص الليل. العمارة القديمة مكونة من 3 أدوار ودور سطح، مبنى ضعيف وتحسه متهالك، دهاناته واقعة وجدرانه الخارجية فيها شروخ، أجزاء فيها نشع باين على المبنى من بره، شبابيك المبنى خشبية وحتى الخشب متهالك وقديم مقشر من عوامل الزمان. الشيش الخشب بيغطي الشبابيك من بره، من العمارات القليلة اللي غرفة الحارس فيها متواجدة في السطح مش في الأرضي أو في البدروم. حارس المبنى واللي اسمه عم فاوي كان راجل قديم وكبير بقدم المبنى اللي بيحرسه،
شغال بواب على العمارة دي من أيام والده كمان. أنا ما حضرتهوش عشان كانت وفى قبل ما أنا اتولد، بس بابا حضر أيام عم خليل وكان بيحكي لنا عنه كتير. وعم فاوي كان عنده ولد وبنت بس كبار عننا أنا وأخويا يزن، ومراته بيقولوا إنها هربت وسابت له الولاد من وهم أطفال. المهم مفيش شوية وإحنا بنطلع الشنط من العربية ولقينا عم فاوي جاي جري من بوابة العمارة وبيرحب بينا. جلابيته البني المبهدلة والقديمة ووشه الهزيل، شعر دقنه اللي يدوب نبتة بس مليانة باللون الأبيض، وشه المكرمش بتجاعيد الزمن. بس اللي خدت بالي منه المرة دي إن عم فاوي تعبان عن العادة، مش بيبتسم، وكان بيسلم علينا تقضية واجب عشان يشيل الشنط يطلعها شقة جدي وياخد اللي فيه نصيب. بابا سلم عليه. عم فاوي قال: ألف حمد لله على سلامتك يا أستاذ يوسف، طولت الغيبة المرة دي، كل سنة وانتوا طيبين. بابا رد عليه وقال: الله يسلمك يا عم فاوي يا محترم وانت طيب، ومع انه كبير في السن بس ما شاء الله عفي. عرف يشيل أثقل شنطتين عندنا، واحدة على ظهره والتانية في ايده. طلعنا لشقة جدي على السلم القديم والمتهالك، شوية سلمات من كتر ما اتاكلوا كان فيهم أجزاء مكسورة وخارج منها أسياخ حديد السلم نفسه. بناخد خطواتنا بكل حذر على السلم، وعم فاوي طبعا سبقنا ووصل للشقة لأنه حافظ السلم سلمة سلمة، حافظ السلم لدرجة أنه يقدر يسر التاريخ كل سلمة ويقول لنا عن كمية القصص اللي حصلت في السلم ده من بير السلم والحد السطح. وصلنا لشقة جدي واللي كانت في الدور الثالث. فاوي كان بالفعل مدخل كل الشنط وباصص ناحية أوضة جدي، وكان زي المذهول واقف ما بيعملش حاجة غير انه مبحلق لأوضة جدي واللي كان قعيد ومش بيتحرك، فكان دايما بيقضي وقته في أوضته. بابا طلع من جيبه شوية فلوس واداها لعم فاوي، منها عادية ومنها شكر على مساعدته في تطليع الشنط. دخلنا وقفلنا الباب وسلمنا على أجدادنا وعيدنا عليهم. جدي كان كلامه قليل عن كل مرة، فضلنا ننادي عليه مع أننا قاعدين جنبه: جدي جدي احنا جنبك هنا، انت معانا؟ وهو كأنه في عالم تاني، باصص قدامه لفوق شوية، عينه مبرقة وتايهة خالص. فجأة استوعب أننا جنبه: أهلا أهلا أحفادي الحلوين، أنا كويس، اطلعوا انتوا اتفرجوا على التلفزيون في الصالة. طلعنا برا ولقينا جدتي قاعدة على الكنبة وقلقانة ووشها في مزيج من الخوف على توتر. بابا قال لها: مالك يا ماما؟ حاجة مضايقاكي؟ سكتت هي كمان شوية وقالت: حد ملاحظ حاجة غريبة على جدكم؟ أنا ويزن بصينا لبعض وإحنا حيرانين من السؤال اللي سألته. لا أبدا يا جدتي، الدنيا تمام، شوية يعني حاسين إنه تعبان أو مرهق بس مش أكتر، لكن في المجمل إحنا حاسين إن الدنيا تمام مفيهاش حاجة. أنت كويسة يا جدتي؟ حسينا إن في حاجة عايزة تقولها. بصت لبابا بنظرات فيها رغبة إنها تبوح وتحكي عن حاجة شغلة بالها، بس ما تكلمتش. وبعد فترة صمت دامت بتاع 5 ثواني ردت وقالت: أنا الحمد لله كويسة، رمضان بس هيوحشني، كان هدوء ومريح والدنيا كانت كويسة فيه وسكون، ربنا يستر دلوقتي بعد ما رمضان خلص. بعدها أنا سألتها وأنا مستغرب هي ليه تقلت على معلومة إنه كان هدوء وربنا يستر بعد ما خلص. قلت لها: قصدك إيه يا تيتا؟ هو أنت قبل رمضان كان في مشكلة معينة حاسة بيها؟ قولي لنا يا تيتا، لو حد ضايقك أو حاجة في البيت عايزانا نعدلها لك بلغينا عنها واحنا هنتصرف فيها قبل ما نرجع القاهرة. قالت: لا يا حبيبي كتر خيركم، اكيد لو في حاجة هقول لكم، يلا بس انتوا قوموا طلعوا حاجتكم من شنطكم وغيروا، ويلا عشان ناكل كحك العيد اللي انا مجهزه لكم بايديا دول، هيعجبكم قوي. قمنا كلنا دخلنا الاوض، انا ويزن روحنا الاوضة المعتادة اللي بنقيم فيها فترة زيارتنا، الحيطان الخضرة الغامقة، الدهان المشقق واللي بقت عليه طبقة لزقة من التراب،
زوايا الأوضة في السقف واللي بقت بيوت للعنكبوت. قلبنا اتقبض، حسينا ان روحنا مش مرتاحة. احساس بعدم الراحة عشش في قلوبنا من لحظة دخولنا الأوضة. وشي يزن اخويا واللي باين عليه الاشمئزاز وعدم الراحة، بصلي وهو مخنوق وقال لي: شفت؟ نفس احساس كل زيارة وكل سنة، البيت مش هيتغير، مش مريح يا زين. قعدت تقول له اصبر، يمكن المرة دي يبقى احسن، اهو شايف جدي وجدتي الاتنين مريبين اكتر من بعض، اكيد شافوا حاجة وخايفين يحكوا. وبعدين ايه موضوع ان رمضان كان هدوء وربنا يستر على الايام بعد ما خلص ده؟ بقولك الاتنين مخبيين حاجة، وحاجة كبيرة كمان، بس مش هيحكوا عشان ما نخافش ونقلل ايام الزيارة. قلت له: بص يا يزن، انا معاك وشايف برضو ان عندك حق في حتة انهم مخبيين حاجة عننا، انا قلبي مش مطمن. بص، احنا لازم ناخد بالنا كويس من اللي بيحصل في الشقة، واياك تخبي حاجة لو شفت اي حاجة، بالذات لازم نركز مع تصرفات جدي وجدتي. وافقني في كلامي وكملنا تفريغ هدومنا من الشنطة للدولاب بتاعنا. الليلة دي وبعد ما تقلنا في الكحك، كل واحد مننا راح على سيره، وقلنا ننام عشان نلحق نصحى على صلاة العيد وما تفوتناش زي السنة اللي فاتت. في وسط الليل ومش فاكر على كام بالظبط، بس فجأة ومن غير مقدمات صحيت في عز نومي على صوت غريب جدا جاي من الصلاة. وعشان تكونوا عارفين تقسيمات بيت جدي، باب الشقة بيفتح على صالة كبيرة جدا، وعلى الشمال من دخولنا الشقة على طول باب الأوضة الجانبية واللي فيها أنا ويزن، وعلى اليمين الأوضة اللي بابا وماما بيقعدوا فيها. وفي وش باب الشقة وفي آخر الصالة الكبيرة طرقة بتوزع على بابين متتاليين على الشمال، هما المطبخ وبعده حمام البيت. وفي آخر الطرقة على طول باب أوضة جدي وجدتي. المهم، صحيت على صوت غريب جدا زي خربشة خفتة وبسيطة، خربشة على باب الأوضة بتاعتنا أنا ويزن. استغربت قوي وقلبي بدأ يدق من الخوف اللي ملأ قلبي. شلت البطانية من عليا بالراحة ونزلت من على السرير ورجلي بتترعش من الخوف. البيت مش مريح، بس بقى مسكون كمان ولا ايه؟ صوت الخربشة كان بيعلى كل شوية عن اللي قبلها، وانا اخد خطوات مترددة، خطوات مهزوزة، خايف من اللي هشوفه ورا الباب لو فتحته فجأة. وصلت للباب وصوت الخربشة واضح جدا، حطيت ايدي على الاكرة وانا من جوايا عايز اكتشف اللي بيحصل، بس خايف من نتيجة اللي هعمله. فتحت الباب بسرعة، بس مفيش ولا اي حاجة ورا الباب. الصوت اختفى تماما وخوفي زاد اكتر واكتر بعدها. يمكن لو كنت شفت حاجة كان خوفي قل عن كده. احساسي ان الحاجة اللي كانت بتخربش على الباب اختفت مرة واحدة، اختفت في اللاشيء. قلت بص على الباب من بره، لان الخربشة كانت مسموعة وقوية جدا، اكيد سابت اثر. بس برضو مفيش اي اثر على الباب. رجعت للسرير تاني، بس المرة دي سبت الباب متوارب، غطيت نفسي وعيني مبحلقة ناحية الباب، مش عارف اشيل عيني من عليه، خايف الصوت يرجع وعايز افضل باصص، يمكن المح المسبب المرة دي لو الصوت رجع اشوف ظله او اعرف اثره. ومفيش ثواني وبدأت احس بهوا سائع ملا الأوضة، تيار هوا مفاجئ حسسني بالبرودة وملا قلبي خوف وهلع. بصيت ليزن، بس يزن كان في سابع نومة. فكرت صحيه، بس قلت لنفسي بلاش، ده لو حس باللي أنا حاسس بيه هيعمل حوار وبابا هيتعصب عليه. شوية كمان وباب الأوضة بدأ يتقفل لوحده، الهوا السائع هو السبب؟ ومفيش ثواني والباب اتقفل تماما، كل ده واحنا قافلين الشباك ومفيش اي تيار هوا في الأوضة. انا كنت زي المشلول في سريري، عيني متحجرة ناحية الباب، كنت عايز افتح بقي ونادي يزن، بس ما كنتش عارف اطلع صوت، كأن ما عنديش شفايف انطق بيها او اطلع حتى صوت ينجدني. وانا باصص فجأة لمحت ظل قرب للباب، كان هيغمى عليا. الأكرة اتشدت لتحت
الرعب جوايا واصل لقمته. غمضت عيني وحاولت ما بينش اني صاحي، بس فتحتها سنة بسيطة بحيث اني اكون شايف ولو هالة الشخص اللي داخل. دي جدتي. غريبة قوي. فضلت واقفة شوية بصلنا انا ويزن، وخرجت برا وقفلت الباب وراها بالراحة. كانت ليلة اولى صعبة جدا عليا. كويس ان يزن مصحيش في كل اللي حصل ده. نمت وما حسيتش بنفسي. صحيت على اصوات تكبيرات العيد. يزن بيصحيني. قوم يا زين، يلا يا ابني نروح نصلي وبعدين يبقى ارجع نام تاني. يزن، انا عايز احكي لك على حاجات حصلت بالليل. احنا اتفقنا نحكي لبعض عن كل حاجة عشان نرسم صورة كاملة عن اللي بيحصل، وما نبقاش زي الكلاشيهات بتاعت ان افراد العيلة بيخبوا عن بعض والجو ده. لقيت يزن عينه نورت كأنه هو كمان عنده حاجة يحكيها لي، وقال لي بما انك جبت السيرة دي انا كمان عايز اقولك انا شفت وسمعت ايه بالليل. الاول بدأت انا وحكيت له الموقف اللي حصل، الخربشة على الباب والهوى السائع اللي ملهوش تفسير، وتزامن الحاجات الغريبة دي مع دخول جدتي اوضتنا بالراحة ونظرها لينا وهي متصنمة. اتصدم واتضايق اني ما صحتوش، وبدأ هو كمان يحكي لي عن اللي شافه وسمعه. تقريبا هو صحي بعد ما انا نمت بشوية عشان يروح الحمام. قال لي وانا رايح الحمام قرب الفجر كده تقريبا، كنت لسه بفتح باب الحمام، حسيت اني سامع صوت حد بيحكي او بيتكلم بصوت خافت قوي، اصوات غريبة كأنها تمتمات جاية من ناحية أوضة جدي وجدتي. سبت أكرة باب الحمام وبدأت أتحرك لأوضتهم. مش عارف عملت كده ليه، بس اللي خلاني أعمل كده هو الهوى السائع اللي فجأة انتشر في الطرقة، زي وصفك يا زين بالظبط. حطيت ودني على باب أوضتهم وبدأت أسمع اللي بيتقال، واللي سمعته كان كأن جدي بيقول ليه عملت كده؟ أنا نبهتك تهدى كام يوم بس مش هيحصل حاجة يعني. وملحقتش أسمع باقي الكلام لأن تقريبا جدي لمح ظل رجلي من تحت عقب الباب وقال مين واقف هناك؟ اتوترت قوي وفتحت الباب وقلت مفيش يا جدي، جيت اطمن عليك بس افتكرتك صاحي فقلت اشوف لو محتاج حاجة. قال لي لا انا تمام يا حبيبي، روح نام انت عشان تعرف تصحى. ومشيت وما حصلش حاجة بعد الموقف ده. قلت ليزن البيت ده فيه حاجة غلط، انا اتأكدت وتصرفات جدي وجدتي بتزود الشك عندي. انت قلتلي ان جدي قال نبهتك تهدى، يعني بيتكلم بصيغة المذكر، دي حاجة تخوف قوي. طيب كنت عايز اسألك على حاجة، لما فتحت الباب عشان ترد عليه كانت جدتي فين؟ يزن رد علي وقال جدتي كانت نايمة يا زين. فضلنا في حيرة أنا ويزن وما كناش عارفين نعمل إيه. قررنا نتابع اللي بيحصل أكتر وأكتر ونركز فيه ونحاول نربط الخيوط ببعضها، يمكن نوصل للخيط اللي هيفهمنا الجنون اللي بيحصل هنا من ساعة ما جينا. جهزنا بعدها ونزلنا للصلاة. بابا وماما كانوا صاحيين من النوم بس مش فايقين خالص. أنا ويزن بصينا لبعض وكنا متأكدين إن ما جالهمش نوم لأنهم حسوا بحاجة غريبة هما كمان. قلنا لما نرجع ونفطر مع بعض هنحاول نعرف منهم أي حاجة. وفعلا لما خلصنا الصلاة وجدتي حضرت لنا الفطار سألت بابا أنت كويس يا بابا؟ حاسك مرهق شوية. قال لي بتردد أيوة يا زين أنا كويس ما تقلقش، يمكن عشان مش برتاح في نومي في الليلة الأولى بس مش أكتر. بصيت على ماما ولقيتها ماسكة العيش بتوتر وبتقطع فيه بشكل أول مرة أشوفها بتعمله في حياتي. يزن خد باله هو كمان بس ما تكلمش. فجأة لقينا بابا بيقول لتيتا هو عم فاوي ماله يا ماما؟ سرحان كده ومش بيبتسم خالص، هو كويس؟ جدتي ردت عليه وقالت هو كويس آه بس ولاده لا خالص. بابا قال لها مالهم ولاده؟ قالت جدتي الاتنين ماتوا ورا بعض وبنفس الطريقة. اتصدمنا كلنا وسبنا اللي في ايدنا. ايه اللي حصل يا تيتا؟ ماتوا ازاي؟
بصت ناحية أوضة جدي بشكل مريب ورجعت تبصلنا تاني وقالت: في يوم من الأيام كنا نايمين بالليل عادي، وفي اليوم ده كان ابن عم فاوي جايله زيارة يقضي معاه كام يوم. صحينا فجأة في نص الليلة على صويت وناس اتلمت في الشارع. جدك قال لي انزلي شوفي ايه اللي بيحصل بره، ولما نزلت كانت جارتنا مديحة واقفة تحت في وسط الناس، فسألتها على اللي بيحصل. قالت لي ان واحد من عيال عم فاوي وقع من السطح ومات. اكتشفنا انه ابنه المتجوز اللي جاي يزوره هاني. شوية ولقينا عم فاوي نازل من فوق هو وبنته هنادي اللي مش متجوزة لسه وسكنة معاه، وعياط وصريخ كان هستيري قوي. بعد الموضوع ده بشهر تقريبا صحينا على نفس الصريخ ونفس الناس المنمومة تحت، وبرضه نزلت اشوف فيه ايه. لقيت اللي وقعت من فوق المرة دي وبنفس الطريقة وتقريبا في نفس المكان هنادي بنت فاوي. فاوي المرة دي تحس الدموع جفت في عيونه. حزنه الشديد على أولاده الاتنين خلاه ينعزل فترة، والسكان كلهم كانوا مقدرين عزلته دي. بنته هنادي ما استحملتش ان اخوها مات، خلصت على نفسها بنفس الطريقة اللي اخوها مات بيها، وكانت كاتبة رسالة بخط ايدها قالت لابوها انها عايزة تعيش الوجع اللي اخوها عاشه. حست بتأنيب الضمير انها عايشة وبتاكل وبتشرب واخوها خسر حياته. وفاوي مرجعش للشغل الا من اول رمضان. السكان طول الفترة دي كان كل واحد شايل نفسه، وحتى تنظيف السلم كنا مقسمينه علينا عشان مقدرين حزن فاوي، وما كناش نقدر بعد العشرة دي كلها معاه ومع والده الله يرحمه اننا بكل بساطة عشان شوية اكتئاب وظروف حصلت له نمشيه ونجيب بواب غيره. عشان كده احنا فرحانين جدا انه رجع يشتغل تاني، وان شاء الله الفرحة ترجع لوشه مع الوقت. بس لما طلع الشنط امبارح كان باين عليه انه بقى هزيل عن زمان، احنا خايفين عليه فعلا. بعد ما جدتي خلصت كلام عن عم فاوي حسينا كلنا ان نفسنا اتسدت. الراجل عاش كتير قوي الفترة دي، عشان كده كان زي السرحان والتايه امبارح. فجأة واحنا لسه على السفرة حد خبط على باب البيت. قمت عشان افتح الباب لقيتها بنت جيراننا دنيا. قلت لها اهلا دنيا، عامله ايه؟ بقالي كتير ما شفتكيش. دنيا بنت مدام عزه جارتنا ايام ما كنا لسه ساكنين هنا وقبل ما ننقل للقاهره عشان شغل بابا. كنا بنلعب مع بعض كل يوم انا وهي واختها واخويا يزن، وهي وشها باين عليه الحزن وانها مش مبسوطه عشان شافت اننا موجودين او حاجه، وقالت كل سنه وانتوا طيبين. اولا كنت عايزة أسأل حضراتكم لو شفتوا القطتين دول في العمارة، وطلعت من شنطتها ورقتين كل ورقة مطبوع عليها صورة القطة. وكملت كلامها وقالت دول القطتين بتوعي عصام وفرغلي، امبارح بالليل خرجوا ومش عارفين راحوا فين، أول مرة يعملوها. دورنا في كل حتة وسألنا البواب وبرضو مش لاقيين لهم أي أثر، أرجوكم لو شفتوهم بلغوني. ومشيت على طول من غير ما تدخل حتى. بصيت ناحية بابا وماما ولقيت وش بابا متخشب وزي ما يكون شاف شبح. ماما كانت ايدها بتترعش. اتأكدت انهم مخبيين حاجة شافوها، البيت ده مش طبيعي. وفجأة بعد ما مشيت جه في بالي حوار الخربشة على باب الأوضة بالليل، معقول يكون ده واحد منهم؟ بس انا فتحت الباب وما شفتش حاجة خالص، ما خدتش بالي كويس من شباك المنور كان مفتوح ولا مقفول. يزن شاور لي ودخلنا جوه اوضتنا. قال لي زين احنا هنفضل ساكتين على اللي بيحصل ده كتير؟ واضح ان جدتي عندها حق لما قالت ربنا يستر على الايام بعد رمضان. تفتكر الحوار فيه شياطين عشان كده كانت بتقول ان رمضان كان هدوء وسكون وراحة؟ المكان ده هيجنني، الخربشة والهوى السائع وجدي اللي كان بيكلم نفسه وولاد عم فاوي والقطط اللي اختفت فجأة وماما، شايف هي متوترة ازاي؟ انا لازم استدرجها لوحدها في الكلام. بابا عمره ما هيقول لو شاف حاجة، بس ماما هتقول عادي. قلت له اهدى يا زن، تعال نروح المطبخ والنادي ماما ونسألها هناك. وفعلا
طلعنا من اوضتنا وقلنا لهم اننا هنروح المطبخ نعمل حاجه نشربها لينا كلنا. دخلنا المطبخ وتحججنا اننا بندور على المصري كافيه بتاعنا اللي كنا عارفين اننا شايلينه في شنطه ماما، فناديناها: ماما نستأذنك ثانيه بس ورينا فين المصري كافيه بتاعنا. وجت فعلا ولسه كانت بتشاور على مكانه، وقلنا لها: ماما انت متوتره وباين عليك قوي، احكي لنا شفتي بالليل ايه، لاننا احنا كمان شفنا وحسينا بحاجات مش طبيعيه. همست لنا بصوت متردد وهي بتتلفت ناحيه باب المطبخ عشان تتاكد ان محدش واقف، وقالت: واحنا في عز نومنا بالليل صحينا انا وابوكم على صوت نونوه قطه، الشبابيك كلها كانت مقفوله ومع ذلك حاسين بهوا سائع مالي المكان. القطة كانت واقفة جنب الباب سودة وشكلها مخيف قوي، عينها كانت كأنها منورة باللون الأحمر. أبوكم قام وحاول يقرب ناحيتها، كنا خايفين قوي منها. بدأت تزوم وتطلع صوت غريب جدا، وأول ما قرب منها طلعت برا الأوضة. أيوة عدت من الباب، عدت من الباب المقفول كأنه مش موجود خالص. باباكم بعدها رجع السرير ومعرفناش نروح في النوم بسرعة خالص بعدها. شوية وبصيت ناحية الزاوية اللي جنب الباب، لقيت فيه ظل اسود طويل واقف في الزاوية كأنه شبح طويل ورفيع قوي موطي ومقتب. شاورت لابوكم ناحية الظل، اتخشبنا في مكاننا احنا الاتنين. يوسف حاول يقوم ويفتح النور من مفتاح الكهرباء اللي جنب الكومودينو بتاعه، ولما فتح النور ما لقيناش حاجة خالص في الزاوية. فضلنا مرعوبين شوية وبعدها قفل المفتاح تاني، بس المرة دي الزاوية فاضية والظل الطويل اللي شفناه من كام ثانية ما كانش موجود خالص. اترعبنا من كلام ماما، ما كناش عارفين نقول لها ايه، بس الصورة بتوضح اكتر واكتر ان البيت فيه حاجة مش مظبوطة. فجأة سمعنا صوت خبطة جامدة جاية من ناحية أوضة جدي، سبنا اللي في إيدنا وجرينا على الأوضة، لقينا جدي مرمي في آخر الأوضة. إيه؟ إزاي؟ جدي مش بيتحرك لوحده، إزاي وصل لحيطة الشباك البعيدة تماما عن السرير؟ كلنا برا، أنا ويزن وبابا شلناه ورجعناه للسرير وهو بدأ يتوجع قوي. قلنا له: جدي ازاي وقعت هناك؟ كان بيتألم قوي وفضل يشاور على الزاوية وفضل يكرر جملة واحدة بس: ده اللي بيجي يصحيني كل يوم، اللي هناك ده. وبصينا للزاوية بس ما فيش اي حاجة. بصينا بعدها لبعض انا ويزن وماما، لحسن يكون الظل اللي شافوه بابا وماما امبارح بالليل. اتنكدنا كلنا ويومنا قفل، مع انه اول يوم في العيد وكان المفروض نخرج مع أصحاب طفولتنا وننبسط. ما كناش قادرين أنا ويزن نعمل أي حاجة، قضينا اليوم كله في البيت. بس على نص اليوم كده قررنا ننزل الشارع نتمشى شوية ومنها نساعد دنيا في البحث عن قططها الضيعة. نزلنا ولقينا عم فاوي قاعد على البنش الخشب اللي جنب الباب، سلمنا عليه وهو برضو كان في الحالة المحزنة من السرحان والتوهان. قلت له: عم فاوي البقاء لله، انا لسه عارف والله من جدتي. بصلنا وقال لنا: ما تشغلش بالك يا ابني، خد بالك من نفسك بس انت واخوك، العالم ده مخيف جدا، مرعب بشكل انتوا مش متصورينه، مفهوش امان ولا راحة حتى. يزن قال له: شفت القطتين بتوع بنت مدام عزة يا عم فاوي؟ فجأة نظرته اتغيرت وبص ليزن وقال: قطط؟ انت قلت قطط؟ ابعد عن القطط اللي في العمارة دي يا ابني، ابعد عنهم واوعى تمشي وراهم. انا اسف بس انا مضطر اطلع الاوضة بتاعتي، اصلي سايب حاجة على النار دلوقتي لازم الحقها قبل ما تتحرق. وقام من مكانه بسرعة كأنه شاف عفريت مثلا. انا ويزن استغربنا الموقف ده قوي، وقمنا كملنا يومنا في المنطقة وقعدنا على القهوة اللي في الشارع اللي جنبنا. جالنا القهوجي يسألنا: تطلبوا ايه بهوات؟ طلعنا صور القطط اللي اديتها لنا دنيا. قلت له:
قبل ما نطلب كنت عايز أسألك على القطتين دول، لو كنت شفت واحدة منهم هنا ولا هناك امبارح؟ رد وقال: لا والله ما شفتش القطط دول خالص، بس أقولك على حاجة، شكوى القطط المفقودة دي اتكررت كتير الفترة اللي فاتت، ده أنا حتى قطط الشارع ما بقتش أشوفها يا جدع. شكرا يا باشا. قال لي: أيوة يا زميلي، أمرني. طيب هتشربوا إيه يا حضرات؟ ماشي، اتنين قهوة سكر زيادة لو سمحت. وبعد ما القهوجي مشي قلت ليزن: المنطقة كلها مريبة يا ابني، مش بس بيت جدي. خلصنا يومنا وما وصلناش لحاجة إلا معلومة إن قطط كتير بتختفي في المنطقة. شكل موضوع القطط هو القاسم المشترك بين كل المواقف المريبة والمرعبة اللي بتحصل في المنطقة. رحنا البيت على وقت النوم، وكان كل هدفنا إن نخلص الليلتين الباقيين لنا على خير، بس الخير هيجي إزاي في مكان زي ده؟ لتاني ليلة على التوالي أصحى ومن غير أي سبب مقنع على قرب الفجر، على 2 بالليل تقريبا فتحت عيني على هدوء رهيب في البيت، أو كنت فاكر كده شوية، وبدأت أسمع فوقي صوت تخبيط كأن حد بيخبط أو بيحفر في أرضية السطح، صوت مريب جدا ومتكرر. المرة دي صحيت يزن: يزن يزن، قوم اسمع الصوت ده. يزن صحي بسرعة: ايه يا زين، في حاجة؟ قلت له: خليك مركز بس. ومفيش ثانية والصوت اتكرر تاني. استغرب جدا من الصوت، واحنا في عز تركيزنا على الصوت الغريب اللي جاي من السطح فجأة بدأنا نحس بإحساس الهوى السائع اللي ملهوش أي مبرر لأننا أصلا قافلين الشباك. وفجأة سمعنا صوت قطة بتنونة وبرا الأوضة في الصالة. شلنا البطانية من علينا، ووجودنا مع بعض المرة دي شجعنا أننا نتحرك بقلق وخوف أقل من العادة. فتحنا باب الأوضة، وفجأة جنب باب الشقة لقينا في وشنا وبنفسنا المرة دي الظل الطويل المقتب اللي حكت لنا عليه ماما واللي جدي كان بيشاور عليه في زاوية الأوضة. قلنا بعلو صوتنا: انت ايه بالظبط؟ وأول ما قلنا كده الظل خرج برا الشقة من خلال الباب كأن الباب مش موجود أصلا. كنا مرعوبين من شكله ومن عيونه الحمراء، قلوبنا كانت بتدق بشكل هستيري، كنت حاسس ان قلبي هيقف من الخضة. الحمد لله ان المرة دي يزن كان معايا. شوية وسمعنا صوت همس جاي من ناحية المطبخ، صوت مألوف علينا، حد بينادي بصوت مرعوب: زين يزن تعالوا هنا. جريت على المطبخ بسرعة، لقيت جدتي قاعدة في زاوية المطبخ على الأرض وبتترعش من الرعب. رحت قومتها بسرعة، شاورتلي وقالتلي: الظل الظل خلى جدكم يحاول يقتلني. ايه زين، انا في معلومات ما قلتها لكمش بخصوص عم فاوي. قلت لها: ايه يا تيتا قولي. بص، في الليلتين اللي ماتوا فيهم ولاد عم فاوي صحيت على صوتهم وهما بيتخانقوا، وكنت بسمع صوت تكسير وتخبيط كتير فوق ما بينتهيش الا بواحد منهم وهو مرمي من فوق السطح. انا مرضتش اقول قدام جدك، بس انا شك ان عم فاوي هو اللي قتل ولاده. ايه عم فاوي؟ معقول يكون مجرم؟ جدك بيشوف خيالات مرعبة، والخيالات دي بتوزه انه يأذي اللي حواليه، عشان كده مرضتش اقول لكم حوار الخناقات اللي سمعتها بين عم فاوي وولاده. ما تدخلش على جدك يا زين. صحيح، هو يزن راح ينام تاني ولا ايه؟ ينام؟ لا يزن و... ايه ده؟ بصيت ورايا ما لقيتش يزن. جريت بسرعة ناحية أوضة جدي، يمكن يكون راح هناك يطمن عليه. فتحت الباب، وأول ما فتحت الباب شفت المشهد اللي مش هنساه لحد النهاردة. جدي واقف على السرير وفاتح بقه على آخره، وأول ما شافني لف ناحيتي وقفل بقه وكان مبرق لي جامد، وعيونه كان لونها أحمر زي عيون الظل اللي شفناها برا قدام الباب. اتثبت في مكاني، كنت عايز أصرخ بس كنت زي اللي بقه متخيط، رجلي مش شايلاني، الخوف مالي قلبي. شكل جدي مرعب بشكل رهيب، بيبصلي وبيضحك
وبيبتسم بشكل كأنه واحد مجنون وفاقد عقله. أصلا هو إزاي واقف؟ إزاي؟ أيقنت ساعتها إن جدي اتلبس بالظل الغريب، الظل اللي حاول يقتله امبارح. فجأة لقيته بيشاور ناحية باب الشقة. اتلفت وبصيت لباب الشقة لقيته مفتوح. اتفتح امتى ده؟ بدأ يتكلم وقال لي بصوت مرعب جدا: الحق أخوك. طلع لفاوي، طلع لموته. كان لازم أتحرك، كان لازم أجمع قوتي كلها وأجري ألحق أخويا. لفيت بسرعة وخدتها جري، طلعت برا الشقة وطلعت على السلم للسطح للدور اللي فيه أوضة عم فاوي. لقيت باب السطح مفتوح. يزن، لا 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 لا، إيه اللي طلعك لوحدك بس؟ مفيش أي أثر ليزن. فجأة بصيت عدل ناحية الجزء الفاضي من السطوح، شفت مشهد مقزز قوي. قطط كتير متعلقة على مناشر غسيل، قطط مدبوحة مسلوخة وملهاش راس، ريحة مقززة مالية المكان. ما كانش حد بيطلع لعم فاوي خالص، محدش شاف المشهد المقرف ده. قطط؟ بقت متأكد انه هو اللي خطف قطتين دنيا، قطط المنطقة اللي كانت بتختفي فجأة اللي قالنا عليها الأهواجي. وطيت بسرعة وقربت لأوضة عم فاوي، سمعته بيكلم حد. مش قادر أبص لحسن يعرف مكاني. سمعته بيقول: هما اللي وزوني، القطط هما اللي خلوني أعمل كده. وبعدين مش أنا قلتلك ما تمشيش ورا القطط وإنها هتوديك في داهية؟ ليه مشيت ورا القطط؟ دول شياطين وجن وعفاريت، مش قطط عادية. الجملة دي قالها لنا أنا ويزن. يبقى اللي بيكلمه ده أكيد يزن أخويا، مش هسمح إنه يضر أخويا. قمت من مكاني قلت له: عم فاوي سيب أخويا. قال لي: حتى أنت وقعت في فخهم؟ دول أبلسة، ليه مشيت ورا الضل؟ يزن كان مربوط وعلى بقه وماشى. لحق يربط يزن؟ سيبه يا عم فاوي، سيبه، وإحنا مش هنقول لحد على اللي شفناه. بدأ أسلوبه في الكلام يتغير وبدأ يتكلم كأنه راجل مجنون، أو هو كان كده من الأول بس كان بيداري جنونه. قال لي: أخوك شاف أكتر من اللي مسموح له يشوفه، هو اللي جابه لنفسه يا ابني. بصيت ناحية أوضة فاوي ولقيت كل بلاط الأرضية في الأوضة متشال. استنتجت إن الصوت اللي كنا بنسمعه فوقنا جاي من أوضة عم فاوي اللي طلعت فوق أوضتنا بالظبط. فجأة حسيت إن عم فاوي بيقاوم حاجة، ماسك راسه كأن عنده صداع شديد. حسيته بيقاوم الكيان اللي مسيطر عليه. زي ما توقعت، عم فاوي مش بس اتجنن، ده كمان ملبوس من الجن. فجأة وانا واقف بدأت اسمع اصوات قطط كتير في المكان، اصوات زي ما تكون قطط بتتخانق. عم فاوي باصص لي وعينه سرحانة في كل مكان في السطح وقاعد يكرر جملة: قطط تاني، بكره القطط، لازم اقتل القطط. وفجأة ومن غير مقدمات اغمى عليه مرة واحدة. استغليت الفرصة دي وجريت بسرعة ناحية يزن أخوي عشان أفكه، وفعلا وصلت له وفكيت الحبال اللي كانت ربطاه، وهو قال لي: يلا نجري بسرعة يا زين. عم فاوي طلع هو اللي بيقتل كل القطط دي ونشرهم مسلوخين عشان بيحب يعذبهم، ده راجل مجنون قوي. أنا شفت هيكل عظمي مكان البلاط اللي هو شايله في قطه، عشان كده قطه مرتفعة شوية فوق السطح. إيه؟ هيكل عظمي؟ بتاع مين؟ وازاي؟ مش مهم، خلينا بس نجري دلوقتي وبقى احكيلي التفاصيل لما ننزل يا يزن. لسه بقوم يزن من مكانه وبنلف عشان ننزل من السطح بسرعة ونبلغ بابا باللي حصل. لقينا عم فاوي واقف قدام باب السطوح. عم فاوي واقف، بس اللي قدامنا ده مش عم فاوي خالص، ده الجن اللي لابس عم فاوي، واقف وماسك في ايده سطور. هو ازاي واقف ولحق يوصل للباب هناك ازاي اصلا؟ وعينه لونها احمر زي لون الدم، وبدأ يضحك بعلو صوته وقال لنا: انا غمير مش فاوي، انا الجن اللي لابس الشخص ده، ومن زمان قوي على فكرة.
أخوك شاف الهيكل العظمي؟ ده هيكل عظمي مرات عم فاوي. أيوه أنا اللي خليت فاوي يقتلها من زمان قوي. أنا جن القط اللي بيطلع لعم فاوي والجدكم كمان على فكرة. ملحقتش أسيطر على عقل أبوكم. أنا اللي خليت فاوي يقتل مراته وخليته ما يلاقيش حل غير أنه يدفنها مكانها. وللأسف لما أولاده اكتشفوا الجريمة خليته يقتلهم ويحصلوا أمهم هم كمان. فاوي هو اللي قتل التلاتة. زق ابنه من فوق السطح لما اكتشف هيكل أمه. وبنته بعدها بشوية نبشت هي كمان بعد ما سمعت كام كلمة من الخناقة اللي حصلت بين فاوي وابنه. كان لازم تحصله هي كمان. والرسالة اللي سابتها فاوي هو اللي كتبها. أنا ويزن ما كناش عارفين نعمل إيه. غمير بدأ يجري ورانا بالسطور وعايز يقتلنا احنا كمان عشان بقينا عارفين سره. جرينا منه ودخلنا في جزء القطط المتعلقة والمسلوخة. في قطط لسه جثتها ما جفتش ولسه بتنقط دم. بعد الجزء ده اتكعبلت في علب كتير كانت جنب بعضها. العلب دي كانت مليانة بروس القطط المقطوعة. بطني اتقلبت من المشهد المفزع ده. عليت صوتي عشان اكسب وقت. قلت له طيب ليه عم فاوي بيقتل القطط طالما انت جن القطط؟ سمعته بيضحك الاول بعدين جاوب عشان انا دايما بطلع له بهيئة قطة. قطة بتلاحقه في كل خطواته. بوزه يعمل الشر مش بسيبه يتهنى بليلة نوم واحدة. فاوي انا لبسته من ايام ما كان بيشتغل في المقابر. كان انسان سيء يستاهل اني البسه والحقه. كان بينبش في القبور. نباش قبور بيسرق الامانات المدفونة هناك. حظه انه وقع في قبر كان معمول عليه عمل اسود وانا كنت عمله الاسود اللي كان مستنيه هناك يومها. الغبي فاكر انه لما يقتل اي قطة تقرب منه يبقى كده هيخلص مني. انسي حقير فاكر نفسه قدي. فجأة سمعت صوت. يزن وقع. يزن رجله علقت في فخ من الافخاخ اللي عم فاوي كان مجهزها عشان يصطاد القطط اللي بتطلع السطح. وسمعت غمير بيجري عليه. جريت انا كمان ناحيته ولما لقيت غمير بيرفع السطور عشان ينزل بيه على يزن اندفعت بسرعة ناحية غمير وبكل قوتي زقيته قبل ما سن السطور يوصل لاخويا. وقع على الارض والوقعة دي تقريبا افقدته جزء من السيطرة على جسم عم فاوي. اول ما وقع فضل يصرخ بعلو صوته ويتوعدني انه مش هيسيبني في حالي. فجأة لقينا جسمه بيتنفض. فاوي بيحاول يفوق من المس واللحظة واحدة بس عم فاوي فاق. قام بسرعة وهو بصص لنا وقال لنا ايوه هو الجن اللعين ده اللي وزني اني اقتل مراتي وشجعني ان الحل الوحيد اني ادفنها هنا. وهو اللي كان بيطلع لي بالليل ويحرمني من النوم والراحة عشان اتجنن. وهو اللي ساعدني ازق ابني وبنتي من السطح. وعشان كده انا بقتل القطط. بكره القطط لانه بيطلع لي في هيئتها. العمل الاسود ده مربوط بيا انا يا ولاد ولازم اموت عشان العمل يتفك. الحقوا انزلوا شوفوا جدكم. انا عارف انه لبسه هو كمان عشان كده كنت دايما بسأل عليه. انزلوا بسرعة دلوقتي. عم فاوي طيب اعترف على نفسك يمكن يرأفوا بيك لانك تعتبر عندك حالة نفسية. مفيش وقت للكلام ده يا زين. بقولك انزل انا عارف اخلص من غمير ازاي. وفجأة لقينا عم فاوي جري لدروة السطح طلع فوق وبصلنا وقال جملة اخيرة من نفس المكان ده ولاد الاتنين وقعوا وانا هلحقهم. هاني هنادي انا جاي يا حبيبي. ورمى نفسه لورا. عم فاوي قتل نفسه. قومت يزن اللي كان لسه مرمي على الارض من صدمة اللي حصل. واحنا على السلم ولسه نازلين سمعنا صوت جدتي بتصرخ بعلو صوتها. فتحنا الباب بسرعة. بابا وماما مكتفين جدي وايده كلها دم. كان بيعافر وبيطلع صوت غريب من بقه زي ما يكون ملبوس. وقعنا على الارض انا ويزن لما شفنا مصدر الدم ده جاي منين. جدي
قتل جدتي. وفجأة هدي وما بقاش بيعافر زي المجنون. استوعب هو عمل ايه، ويمكن ده أثر موت غمير. الواقعة اللي وقعها فاوي حررت جدي من المس. بس بعد ايه؟ بعد فوات الأوان غمير قتل روح كمان قبل ما يخرج من جسم فاوي. انهارنا كلنا بالعياط. جدي الوحيد اللي عقله راح خالص من يومها، كان الوحيد اللي بيضحك واحنا حزانة على موت جدتي. الله يرحمك يا جدتي، استحملت جدي حتى وانت عارفة انه ملبوس وبيكلم نفسه، مرضتيش تزعليه وتحسسيه انك عارفة. الشرطة مالت المنطقة يومها، جدي اتحط في مصحة عقلية، والشرطة اكتشفت جثة مرات عم فاوي وكمية القطط الميتة في السطح. بعد شهرين من الأحداث دي سكان العمارة كلهم خرجوا منها، وطلع أمر بإزالة العمارة. محدش كان راضي يسكن فيها بعد كمية الدم والموت اللي شهدته العمارة. رجعنا القاهرة، وبابا فضل فترة بعدها في حالة سيئة قوي، بس الحمد لله إن أخويا يزن بخير. حتى احنا بقى عندنا عقدة من القطط، وبقت خايف غمير ينفذ وعده في أي لحظة ويعرف يوصل لي بأي شكل وفي أي يوم. وبكده تكون خلصت قصة عم فاوي. أتمنى تكون عجبتكم، ولو لسه مش مشتركين في القناة أتمنى تشتركوا وتعملوا لايك للفيديو عشان ينتشر ويوصل لدايرة أكبر من الناس. كانت معاكم قصة من سلسلة كوابيس، وأنا وسام محمد، والسلام عليكم.